أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم. تبقى المملكة اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي الخماسيني، بحيث تبقى المملكة تحت تأثير الأحوال الجوية الخماسينية. الطقس يكون دافئ جاف ويبقى مغبر مع نشاط تدريجي وكبير في سرعة الرياح خلال ساعات النهار، بشكل قد يؤدي إلى حدوث عواصف ترابية في المنطقة الشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى التدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية. لكن بالرغم من ذلك تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم، تصل العظمى في العاصمة عمان إلى 18 درجة مئوية بعدما سجلت يوم أمس 28، لكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة بشكل عام. أما خلال ساعات الليلة القادمة فيتوقع أن يتحول ذات المنخفض الجوي الخماسيني إلى منخفض جوي شتوي من الدرجة الثانية. هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يترافق مع جبهة هوائية باردة تعبر أجواء المملكة اعتبارا من منتصف هذه الليلة. الليلة القادمة يتوقع أن تترافق مع هبوب لرياح عاتية تصل سرعة بعضها بات إلى ما يزيد عن 100 كيلومتر في الساعة، كما تترافق مع هطول لأمطار غزيرة وزخات من البرد والرعد أيضا خلال ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، وتؤدي ذات الرياح الشديدة إلى تشكل المزيد والمزيد من العواصف الترابية والرملية في المناطق الصحراوية من المملكة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عموم المناطق يتوقع أن تكون درجات حرارة مرتفعة في بعض الأنحاء، لكنها تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل. توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة: انتباه وضرورة الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء، وذلك من تبعات له على مرضى الجهاز التنفسي والعيون أو حتى مرضى كورونا. وبالتالي ننصح الجميع في حال ارتفاع مستويات الغبار بعدم الخروج إلى الخارج وبإحكام إغلاق النوافذ. الأمر الآخر هو ضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات النهار أو حتى ساعات يعني المساء، أو حتى لمن يمتلك تصريح التنقل في ساعات الليل بسبب العواصف الترابية المتوقعة في بعض المناطق. أيضا ننبهكم من مخاطر ارتفاع شدة سرعة الرياح الكبير المتوقع خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة، وذلك بتثبيت مقتنياتكم المختلفة الخارجية طبعا في المملكة. نستعرض معكم سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة، والتي يعني ستكون بدءا من المناطق الشمالية من المملكة، تكون في إربد وجرش وعجلون وحتى منطقة أبوفرق تقريبا ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي 7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى في العاصمة عمان مثلا 18 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 9 درجات. في البحر الميت 26 درجة مئوية. تكون في الكرك والطفيلة من 21 إلى 9 درجات مئوية. في جبال الشراء من 21 إلى 7 درجات. في منطقة الزرقاء من 21 إلى 11 درجة مئوية. في البلقاء من 20 درجة مئوية إلى 9 درجات بمشيئة الله في ساعة النهار. في إمعان ترتفع العظمى اليوم إلى حوالي 24 درجة مئوية مع أجواء مغبرة، صورة 9 درجات مئوية. وفي خريج العقبة ترتفع اليوم إلى 32 درجة مئوية في ساعة النهار، والأجواء مائلة للحرارة بينما تنخفض ليلا إلى حوالي 18 درجة مئوية. أجواء عاصفة مغبرة بشكل عام في المنطقة الشرقية، تصل اليوم في منطقة الرشيد إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى حوالي تقريبا 11 درجة مئوية. كذلك أمر في كل من الصفاوي والأزرق. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.